موجة جديدة وعاتية من الكوليرا تضرب المحافظات اليمنية، وأرقام وعدد المصابين في ازدياد خلال الأسابيع القليلة الماضية. والكوليرا مرض بكتيري فتاك، من أعراضه القيء والإسهالات بسبب الأكل الملوث أو المياه الراكدة في المنزل أو الجوار. جائحة الكوليرا بدأت في الجمهورية اليمنية وخاصة في المناطق المحررة والمناطق غير المحررة. من ضمن الأعراض حقها أنه تؤدي إلى إسهال شديد وإسهال مائي بدون مغص، بدون أي شبع ماء الرز، وهذه الأعراض لا يكون لها ألم ولا مغص ولا أي حاجة، فقد تسبب أحيانا إلى الوفاة وأحيانا تسبب إلى الفشل الكلوي إذا لم تعالج بأسرع وقت ممكن. طبعا الوقاية من هي النظافة. الأسباب هي أسبابها بكتيرية، الأسباب البكتيرية الذي هي ضامة الكوليرا، وهذه تسبب وتدخل إلا عن طريق الأكل والشرب. إذا كان الشخص نظيف ومحافظ على نظافة مثلا بيئته ومحافظ على نظافة الأكل ومحافظ على نظافة الفم، ما يدخل أي حاجة إلى فمه إلا نظيفة، فلا يتعرض لمرض الكوليرا الذي عاد إلى اليمن من عام 2017. قبل 2017 كان يعتبر مرض الكوليرا من الأمراض التاريخية أو الغير معروفة في اليمن لأنها غير موجودة، فمع الميليشيات الذي أعاد لنا الحرب وأعاد لنا كثير من الأمراض هذه والوباء، فقد عاد هذا المرض بشكل كبير جدا. وندعو الأخوان المواطنين والمنظمات للتعاون في نظافة الأفنية ونظافة الأماكن ونظافة البيوت ونظافة الأكل. وبحسب الأطباء فإن الكوليرا يمكن أن يصبح من الأمراض القاتلة جراء الفقد الكثير من السوائل في غضون ساعات في معظم الحالات الحادة، أما في الحالات الأقل حدة فقد يموت المرضى الذين لم يتلقوا عناية صحية أولية. تنفيذ مشروع الصرف الصحي هو الحل الوحيد للقضاء على الكوليرا، أما في حال ظلت الأحياء بلا شبكة صرف صحي فإن ذلك من شأنه تكون البيئة أكثر عرضة للإصابات بالكوليرا. مرض الكوليرا ما يدخل إلا عن طريق الفم، ما يدخل إلا عن طريق الفم. إذا كان الواحد بيأكل أشياء نظيفة والفناء حقه نظيف والأكل حقه نظيف كل شيء نظيف، لا تدخل الكوليرا ولا تصل الكوليرا، إلا لو كان عايش في وباء كيف ما كان الوباء. إذا كان كل شيء نظيف لن تستطيع الكوليرا أن تدخل إلى جسم الإنسان إلا عبر الأكل والشرب فقط. إذا كان الأكل والشرب نظيف والمياه النظيفة والتخلص من المياه الراكدة وأكرمكم الله البيارات والبلاعات والمجاري الصحية نظافة تامة، فلن تدخل الكوليرا إلى الجسم الإنسان. مخاوف عدة من تنامي مرض الكوليرا مع عودته مطلع العام الجاري، وهو ما يعني حاجة المجتمع بحاجة إلى الوعي المستمر إلى أن يصبح البلد خالٍ من هذا المرض الوبائي تماماً.